صباح الخير بالليل. الساعة دلوقتي تلاتة اللي كنت تقول هنعمل عشان ده ما ينفعش تعمل غير من دلوقتي. ده خشاف، ده خشاف، خشاف المصريين بس اللي بيعرفوه، هنا ما بيعرفوش. فانا هقول لك الطريقة عشان تعملوها وتدعوا لي. الخشاف ده عبارة عن بلح، البلح ده عندنا في مصر بكثرة، هنا ممكن تلاقوه في اللولو، تلاقوه في النهضة المصرية، هتلاقوه في أي حتة بتبيع حاجات مصرية هتلاقوا البلح ده. أوكي، البلح أهو هنحط عليه قراصية، دي قراصية طبعا معروفة هنا القراصية. أنا مش عاملة كمية كبيرة لأن أنا بعمل إيه يوم أول، لا أهي ماشي. وهنحط تيم، سوري، مشمشية، ماشي أهو. هنحط تيم، مش هعرف أقطع التيم، هقطعه وأقول لكم يعني هو لازم يبقى متقطع بس أنا هحطه كده مش مشكلة، محدش عندنا بياكل التيم قوي أهو ماشي. وهنحط قمر الدين، قمر الدين استنى عشان انا بصور وانا بعمل، مش عارفه اقطع وانا بصور بايد واحده. بصوا اهو، انا بوريكم الطريقه دي هتنبسطوا منها جدا جدا. ده بنفطر بيه، ده في مصر بيعملوه يفطروا بيه يعني اهو، من غير ما تتعبي نفسك ولا تعملي اي حاجه. بطاطس هيتحرق، ده ريحه البطاطس. بصوا اهو ماشي، هخلص واوريكم برده بعد ما اقطعه. وهنحط سكر، يوسف تعرف تحلى السكر، انا ما بحط السكر بمعيار اهو ماشي. وهنحط عليه ميه، هنحط عليه ميه، هحط عليه ميه وارجع لك. اهو يا بنات الخشاف اهو كده، حطيت عليه الميه ودوبته، بلح وتين ومشمشيه وقراصية وقمر الدين اللي قلت لكم، شويه سكر عليهم وميه وخلاص. حطيه في الثلاجه وعند الفطار طلعيه قلبيه وحطيه في الكوبايات. في ناس بتحط عليه زبيب، بتحط عليه جوز هند، انا ما بحبش احط عليه كل الكلام ده، انا بحبه كده سك. في ناس بتعمل البلح باللبن، انا ما بحطش برده، ما بحبش اللبن فبحط البلح كده. يلا ادعوا لي بقى.